موتوني من الرعبة، ليش كل هالتأخير؟ هاي جينا نوران، ليش بالك مشغول؟ عمتي، بابا ما خلى آلة موسيقية وما اشتراها لأولاد الحارة مشان يتعلموا عليها. حلو كتير ما هيك؟ حلو كتير يا بنتي، يلا السفرة صارت جاهزة. طيب بس بالأول طالعة على غرفتي. يا فايز، ماجد وانت شو حكيتوا؟ مشان الله انه تخبرني، قلت له انه بدك تجوزها لواحد تاني، مو هيك اخي؟ ماني مضطر اشرح لماجد شي نوران. الشي المهم، حكيت عن الحقيقة اللي مضيعة، اللي اصلا ما كان لازم يشيلها من راسه هو بنوب. وانتهينا. ذكرته انه هو خاطب وحدة تانية، وقلت له انه لازم بهالحالة يبقى بعيد عن بنتي. وهو فهمني. يعني عن جد فهمك؟ اي يمكن. انا بدي جهز طاولة الاكل. اخي شو بده يصير بعدين؟ وليش هالفضول نوران؟ خلص انت وناريمان كل شي رح تعرفوه عن قريب. استنى اخي، مشان الله قلي، بس عم بسألك مشان قصة الزواج، ليش مو راضيان تخبرني بنوب؟ ناريمان فهمني لمين ناوي تجوزها. خبي هالموضوع نوران. وعن قريب تشوفي. عمتي، بابا شو اللي قاله من شوي؟ مزبوط الحكي اللي سمعته؟ ليش شو سمعتي؟ بنوب ما في شي. كان بابا عم يحكي انه بده يزوجني، مزبوط؟ بنتي والله كنا حاكين من فترة بهالموضوع، بس سألته وقال ما في شي من هالحكي. مو قال هلأ انه أبوكي كان قصده لما ناريمان تتجوز شي يوم، نصبر ولوقتها منشوف. بابا هو وماجد حكوا بخصوص الزواج، معقول؟ كيف بده يحكي هو وياه بنتي؟ مو الزلمة خاطب هلأ ومنتهي هالموضوع معه؟ اسمعيني انت يا عمري، شوفي بنوب هالقصة ما تفتحيها قدام أبوكي وخليها بيناتنا، اصلا هو متضايق منا. ايه والله بفور دمه. طيب وعد ما بحكي. شو هالقعدة الحلوة؟ وليش في شي عم ينحكى بس مو بالوش؟ والبيت ريحة الأسرار طالعة منه مزبوط؟ لا والله يا عمري، انا وياها كنا عم نحكي سوالف عادية مو أكتر. لا لا، نوران خانم هلأ، ناريمان خانم، قعدة هي وياها سوا، يعني فايز بيك في شي معصبه ومضايقه. لك ناريمان، قديش انتي إنسانة محظوظة، كل مرة بتوقعي بتلاقي مين يشيلك ويوقف معك. وهي طبعا أمي مانا محسوبة كمان. أنا شخصيا مو لأن أمي رح أقول يلي بدي أقوله، ما في شي ما بتلاقي له حل أبدا. ليلى، كتير حلوين هالوردات هدول، بظن أنه ركضتي كتير لبين ما شفتيهم عندك. ليلى، من وين جبتي هالوردات هدول؟ قولي شكلهم غاليين، من وين جبتي حقهم؟ أمي ناريمان وقت لبست سروة برقبتها، لشو ما حققتي معها بهاي الطريقة؟ والله عيب. ايها شو هادية؟ يعني ان شاء الله انخطبتي ونحنا ما عنا خبر؟ او بجوز في حدا خربط، اكيد قام جاب الوردات على عنوانك بالغلط. يلا يا عمري بسيطة. لك فخرية، ليش عم تقولي لهيك؟ بكرة بتشوفي ومنتواجه. بوكيه هالورد هذا مانو لليلى، بس هي لقتن وحملتن معه واجت فيهن على البيت. ومين بده يجيب ورد لهالجدبة؟ عدي هون، والله فتر راسي ياه. بس رؤي ولو، والله فخرية كتير متوترة، مالي قدراني بنوب أحط. يعني من جهة بابا عم يفكر إنه يزوجني، ومن جهة ماجد شو حكى هو وياه ما بعرف بنوب. دقي لماجد تليفون. دقيت وما جاوب. ماجد على التليفون هلأ ما عاد يرد؟ كنتي تطنشي تليفوناته وما تردي عليه هلأ؟ بالعكس الموضوع. شكراً كتير فخرية. إيه؟ عن جد شكراً كتير على هالكلام. لا يعني بسأل بابا، هو كمان ما بيرضى يحكي لي شي بنوب. بس ليكي، بقول هاي السكتة ما لها علامة خير أبداً، وبكرة بتشوفي. اسمعي، بابا بيكون خبر ماجد لما أجل عنا إنه ناوي يزوجني لحدا تاني، وماجد مزعوج هلأ.
ماجد على التليفون. يلا ردي. ألو ماجد، شو حكيت أنت وبابا؟ ما رديت علي لما دقيت لك على التليفون. ما قدرت ردنا ريمان، كنت وقتها باجتماع مهم وبعتذر مني. ماجد، الشي اللي قال لك يا بابا لما كنت عنا ما له مزبوط. يعني كل الحكي اللي حكاه كان قصده على المستقبل بس مو أكتر. ناريمان، هو فهمني الشي اللي كان لازم ينفهم ورح حاول إنه ضبط الموقف. بس أنت ما فيك تعمل هلأ شي بنوب، بدي أحكي أنا معه اليوم. لا ناريمان، الموضوع مو لعب معه، أبوكي لازم يصدق. أصلاً نحنا لو منلتقي أنا وياكي لازم نحكي بقصة. تمام، منتقابل. طيب، شوفك.